احنا نجيب الموضوع من اوله. بسم الله ما شاء الله، ايه الطول الفارع ده؟ شفت؟ انت حضرتك كام سنتي؟ انا 162. وحضرتك؟ 159. لا انتوا بتضحكوا علينا. والله بتضحكوا علينا. لا والله؟ اه والله. طب مش هنعرف نشوفه طبعا من الفستان. ايه احساسكم وانتوا يعني اقصر عروسين في مصر والشرق الاوسط؟ دي حاجه فريده من نوعها، حاجه جديده بقى، حاجه فريده من نوعها. انت اخيرا لقيت نصك الثاني. الحمد لله. قول لي كانت مواصفات العروسه ايه؟ انها لازم تبقى، لا مش لازم والله، وانا صغير كنت اتمنى الاقي واحده طويله، بس هو رزق بقى. لا لا لا، انا احيانا بحس ان هو اتجوزني عشان انا بس. لا والله، يعني انت حاسه فعلا ان هو اتجوزك علشان انت؟ صح، يعني ربما حاجات. ما كانش في طموحاتك في يوم من الايام انك تتجوز واحده طويله؟ بقول لك انا في حياتي ان انا اتجوز واحده طويله، اللي بيتجوز واحده طويله بتاخده معايا، فانا كنت امل ان انا اطلع معاه. طب وانت حضرتك ما حلمتيش يوم من الايام بشاب طويل لاعب سله مثلا؟ صح بالظبط، انا ما كانش فارق معايا طويل قصير، طويل رفيع، بس الصراحه كان اسمي مبقاش عنده خلاص يشيل، بس الصراحه كان اسمي مبقاش عنده كرش. انا ما عنديش كرش. عنده كرش؟ طب ناكد موضوع الكرش ده. لا كرش، لا لازم اجيبك بجنب. على فكره المصديري ده من داري كده. تعرف في زرار كمان هنا بس وين حضرتك؟ ممكن نعزمك عندنا بعد كده. تعزموني على ايه؟ حضرتك عايزه بقى ممكن نعملها. ماشي، انا عايز محشي ورق عنب. ما انت محشي. انت بتعرف تطبخ اساسا؟ اه طبعا. هو عارف. هي بتعرف تطبخ فعلا؟ يعني حبه كده. مش يعني بتعرف ولا ما بتعرفش؟ قلت لها لو في دليفري يبقى على حسابي. طب انا هقول لحضرتك، هو كان عايزني اصلا اعمل الاكل بتاع الفرح بتاع النهارده بنفسي. ايه تاني اكتر من كده؟ ده بجد والله انت كنت عايزه فعلا تعمل؟ ابريل يا صاحبي. بجد والله. انت كنت عايز توفر؟ ها؟ كدبه ابريل. ده انت كنت شكلك عايز توفر. والله قال لي اعمل لنا الاكل بتاع الفرح. وانت ما عملتيش ليه اكل الفرح حضرتك؟ عشان ما كنتش فاضيه. مش فاضي. اه هنفضل ايه ولا الايه؟ مش فاضي، انا اتمرمطتش في الجوازه دي، يعني الجوازه دي خدت مني وقت كتير. اخر الدنيا. المهم انت في الاخر مبسوطه ولا مش مبسوطه؟ الحمد لله. انت في الاخر مبسوط ولا مش مبسوط؟ لا مش عايز اكتر من كده حاجه. لقيت نصك التاني يا عم؟ لقيت كلي مش نص. طيب الحمد لله، الف الف مبروك يا جماعه، وربنا يتمم لكم على خير. واثق من فوز ان شاء الله 3-0. ماشي.